معنا مشاهدينا هاتفيا من عمان دكتور هلال الدليمي الكاتب والمحلل والسياسي. مرحبا بك دكتور هلال. إذا 14 عاما على معركة الفلوجة الأولى، كيف تقرأ ما آل إليه العراق بعد هذه السنين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لشهداء الفلوجة وتحية للفلوجة أرضا وساكنين وشعبا ومقاومة وشهداء رووا بدمائهم الذكية أرض العراق ورفعوا مجد أمة بكاملها عاليا. تحية لمدينة المساجد ومدينة الفداء ومدينة الأماجد. في مثل هذا اليوم انطلقت معركة الفلوجة الأولى، المعركة التي رسمت فيها المقاومة العراقية البطلة أولى ملامح الجهاد والبطولة والشجاعة لكي تدحر جيشا تخاف من اسمه دول وتنهار من اسمه أمم، ولكن أهل الفلوجة والمقاومة العراقية بكل فصائلها هذه المعركة التي أخذت عنوان المدينة واسم المدينة ورفعت اسم الجهاد عاليا جمعت العراق كل العراق على مقاومة المحتل ولقنت المحتل الغازي درسا قاسيا لن ينساه ورفعت اسم هذه المدينة بشهدائها بدماء شهدائها وصبر أهلها والمتلاحمين منهم من كل العراق. ونحن عشنا هذه المرحلة لحظة بلحظة ورأينا كيف تداعى أهل العراق بكل طوائفهم في معركة الفلوجة الأولى التي أسست لمقاومة شريفة عفيفة وعنيفة ضد المحتل الغازي الأمريكي. أما مآل الأمور الآن فلاحظنا كيف انتقم الأمريكان ومن أتى مع الأمريكان من هذه المدن الصابرة الثائرة التي ثارت وجه المحتل الغازي. نعم. أرسلت لها دواعي التآمر المستمر إلى أن هدمت هذه المدن وانتقمت منها شر انتقام. وبهذا قلنا في هذا المنبر المبارك أن المعركة الأخيرة التي وعد بها المالكي ما هي إلا انتقام المربع قادة الولايات المتحدة الأمريكية بما يسمى دول التحالف المحاربة في العقاب الذي نعرف. نعم. من أين أتى وكيف تأسس ولماذا ثم لهذه المرحلة للانتقام من المنابع التي انطلقت منها المقاومة، ولكن التاريخ. نعم. قال كلمته في حينها وصمدت الفلوجة وصمد العراق. طيب. ويبقى العراق وتبقى المقاومة العراقية بكل عنفوانها مجدا وعزا وشرفا وكرامة. دكتور هلال، مجلة الإيكونوميست البريطانية ذكرت أن نظام المحاصصة أدى إلى فساد وطائفية كبيرة في العراق بعد كل هذه السنين منذ بدء الغزو. ما الذي يدفع إذن الحكومات الغربية إلى التمسك بهذه العملية السياسية؟ أولاً هذه العملية مصممة لتكون هكذا ابتداء، والغرب يعلم جيداً وأولهم البريطانيون لأنهم شركاء أساسيون في الاحتلال وحملتهم الأمم المتحدة وفق قرارها المعروف بأنهم قوة احتلال أو سلطة احتلال، وهم الذين أتوا بهذه الأحزاب وهذه التشكيلات وهم الذين أسسوا لهذه المحافظة وهم يعرفون جيدا المآلات التي ستؤول إليها أوضاع العراق، لأنهم بدون المحافظة وبدون الطائفية التي زرعوها في قلب الشعب العراقي لم يستطيع المحتل أن يحصد ما حصد رغم كل الامور التي جرت في العراق. ولكن الغرب مدفوع من قبل الولايات المتحده الامريكيه بالتمسك بهذه العمليه السياسيه، لان هذه العمليه اتى بها المحتل الامريكي، والمحتل الامريكي لا يزال يدعم هذه العمليه السياسيه. نعم. لكي يجني ثمارها بالفوضى الخلاقه التي عمت المنطقه العربيه بكل بكاملها تقريبا وخاصه مناطق الشرق الاوسط التي التهبت وانتشر فيها الإرهاب والإرهاب المقدس الذي لولاه لم تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية. طيب. ولا روسيا من التدخل في المنطقة وقتل أبنائها وتشريد سكانها. من أجل ذلك العديد من التقارير الغربية تروج لهذه الانتخابات البرلمانية على أنها بوابة للتغيير في العراق. طيب ماذا عن الشارع العراقي؟ هل يمكن مراهنة عليه لتغيير هذه الطبقة السياسية إذا كانت الانتخابات لا تنتج سياسيين وطنيين؟ ما الحل برأيك إذا؟ وحقيقة الانتخابات دائما الحكومات الغربية تعول على الانتخابات بحكم الدعاية الأمريكية الضاغطة عليهم وعلى إعلانهم،
هم يعرفون جيدا أن ما بني على باطل فهو باطل. العملية التي أسست بهذا الكم الكبير من الفساد والتخريب والتزييف لا يمكن أن تنسج حقا أبدا. كلمة الشعب العراقي حتى لو لم ينتخب هؤلاء الفاسدون سوف يتم تزوير الانتخابات كما تم تزويرها في المراحل السابقة، والأيام القادمة ستثبت صحة ما نقول. أما الترقيع فهو ليس سياسة ناجحة في سبيل تخليص البلد. الحل هو إزاحة هذه العملية السياسية بكل مآلاتها وكل أهدافها وبدستورها اللعين الذي أتى به المحتل. هذا الحل الوحيد. أما أنه الشعب العراقي يستطيع أن يقول كلمته بانتفاضة العارمة ضد هذه الحكومة وضد هذه السلطة وضد الانتخابات وضد كل المآلات الأخرى. أما التعكز على الانتخابات القادمة فهو حقيقة درعة تخدير لا أكثر. شكرا جزيلا لك من عمان دكتور هلال أدوليمي الكاتب والمحلل السياسي.